أهلا بكم. وزير داخلية مصر اسمه حبيب العدلي، إحنا بقى وزير داخليتنا اسمه صبري باشا نخنوخ. هذا ما وصف به المغني الشعب الشهير سعد الصغير نخنوخ في حفل زفاف قبل ثورة يناير عام 2011. أما صبري نخنوخ نفسه فقد وصف نفسه بأنه رئيس جمهورية، ووصفه المراقبون بمدير العالم السفلي في مصر، وغير ذلك من الألقاب والأوصاف التي تحيط بشخصية يتجاوز الحديث عنها عالم الدراما والمافيا. مؤخرا صدر عفو رئاسي عن نخنوخ شمل مجموعة من المعتقلين، رغم أنه كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة حيازة أسلحة وتعاطي مخدرات. السؤال: من هو صبري نخنوخ؟ وأية جمهورية كان يرأسها؟ وما كواليس علاقته بالأنظمة الحاكمة في مصر؟ ولماذا شمله العفو الرئاسي في حين تجاهل شخصيات مسنة ومريضة داخل السجون والمعتقلات؟ وأية رسالة يحملها خروجه من السجن في وقت يتم فيه اعتقال عشرات النشطاء والسياسيين؟ لما تعرف ان في تنظيم من 300,000 بلطجي، انا سامع هذا من رئيس شخصيا في اخر لقاء، قال في تنظيم عملته المخابرات العامه من عده سنوات من 300,000 بلطجي، منهم 80,000 بلطجي في القاهره، وسلمته للبحث الجنائي. البحث الجنائي سلمته الامن الدولي. انت وزير الداخليه، انا ما خافش من حد. انا بقول معلم صبري نخنوخ وزير الداخليه ما خافش من حد. ليه؟ اولا في القوات المسلحه عظيمه. فقط ما ذكره لي اللواء أحمد جمال الدين أن المتهم صبري حلمي نخنوخ هو مورد بلطجية على مستوى القدس. نخنوخ مثلا في برج العرب، تمام، بعت لي أحد الرسائل عايزني أبعت له البلتاج. يا أخي وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول أسامة الصياد، الصحفي والباحث السياسي. أستاذ أسامة، أرحب بك معنا، وبالطبع أرحب مجددا بالأستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي. أبدأ معك سيد أسامة، من هو صبري نخنوخ؟ يعني كما بعض التقارير تحدثت على أنه مدير العالم السفلي، يعني أو رئيس جمهورية موازية لجمهورية مصر العربية، ما حقيقة الرجل من وجهة نظرك وأنت كتبت عنه تقرير طويل منذ أيام قليلة؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهديك الكرام. الحديث عن صبري نخنوخ يأتي في ظل يعني ما ذكره التقارير اللي حضرتكم أزعتوها من شوية. الحديث بيبدأ عن صبري، يعني عندما نتحدث عن صبري نخنوخ أو عن هذه الإمبراطورية، الأمر ليس وليد اللحظة ولا وليد 2013 ولا وليد 2012 وقت ما قبض على صبري نخنوخ. صبري نخنوخ بداية صعوده كانت منذ يعني في سطوة الحزب الوطني أو في سطوة الانتخابات الحزب الوطني التي كانت تزور بطريقة البلطجية أو الطريقة التي كان يفضلها الحزب الوطني في تزويره للانتخابات وتسويده لصناديق الاقتراع للانتخابات، كانت عبر شبكة من البلطجية. هذه كانت تدار عبر رؤوس منها واحد منهم أو أحد أشهرهم هو صبري نخنوخ. لم يكن الأمر خافي أن منذ 2002 و2005 و2010 كان لصبري نخنوخ دور كبير جدا في وزارة الداخلية، بمعرفة حبيب العدلي شخصيا وبمعرفة وكلاء جهاز أمن الدولة الذي كان يدير هذه الشبكة، وكان يستعين بها
تحديدا في كلما وجد احتجاج او كلما وجد نشاط معارض. عندنا الجامعات او النشاط الجامعي الطلابي كان يقمع عبر البلطجية بجانب جهاز الأمن المركزي. عندنا حراك النقابات كان يقمع أيضا بهذه الشبكة التي كانت يعني توجد في ثمة نشاط حراك معارض. كذلك نجد هذا الأمر في الانتخابات بصورة كبيرة. إذن صبري نخنوخ هو وليد هذه الشبكة التي نقدر نقول ان هي تكونت نتاجة رقم واحد، يعني خلينا نقول ان هو نظام اجتماعي او يعني ظروف اجتماعية ادت الى ظهور هذه الشبكة من فقر وبطالة وغيرها. ورقم اثنين الشق الثاني الشق السياسي، وهو تدعيم امن الدولة وتدعيم الاجهزة الامنية في مصر لهذه الشبكة للاستعانة بها في قمع المعارضين او يعني وجود ظهير شعبي للجهاز الامني يقوم بالقمع بصورة غير رسمية. نعم، وأنت تتحدث، نحن نعرض صور الأرشيفية لمنزل أو لفيلا نخنوخ عندما تم اقتحامها في 2012 من قبل وزارة الداخلية المصرية، ووجدوا فيها عدد من الحيوانات المفترسة، 5 أسود وثعابين وأسلحة ومواد مخدرة كما قالت النيابة في هذا التوقيت ووزارة الداخلية. يصبح السؤال أستاذ سليم عزوز، رجل حكم عليه 28 سنة سجن، بعد أقل من 6 سنوات يفرج عنه عبد الفتاح السيسي. هناك مبررات بتقول أصله هو مصاب بالسرطان، لكن ظهر حلمي نخنوخ في هذه الصورة خلفي يبدو لي ويبدو للجميع أنه في صحة جيدة، بل يمكن أفضل يعني صحته مما كان قبل 6 سنوات. ما هي العلاقة الحقيقية بين صبري نخنوخ ونظام عبد الفتاح السيسي؟ الذي أدخل صبري نخنوخ السجن كانت هو الثورة. الذي أفرج عن صبري نخنوخ هو الثورة المضادة. من طبيعة الأشياء أنه لما حصلت الثورة المضادة أنه يجري الإفراج عن رجل سجنته الثورة وسجنته بعد تصريحات أدلى بها الدكتور البلتاجي، فكان طبيعي أنه يطلع. وبعدين هم الذين يتحججوا بأنه أصله مصاب بالسرطان. ما احنا عندنا الأستاذ مهدي عاكف رحمة الله عليه، الدنيا كلها قالت ان رجل مريض ب 200 مرض وظل في السجن الى ما داخل السجن. مستشار يعني الخضيري، مستشار الخضيري مريض داخل السجن ويمكن ان يموت يعني حفظه الله في لحظه او اخرى، ومع ذلك هناك اصرار على حبسه الى الان. الشاب الخطيب يعني قدموا له الدنيا كلها والعالم كله شاف راه وهو مريض بالسرطان ايضا، ومع ذلك جرى استمراره الى الان ولم يتم الافراج عنه. انت عندك واحد عنده 28 سنه واعلنوا انه الناس اللي صدر عليها الاحكام الناس دي جرى الافراج عنها بمقتضى نصف المده. ما قالوش في الاول انه لاسباب صحيه، قالوا الناس اللي طلعت دي لمقتضى نصف المده. وبعدين لما اتجرسوا وتبين ان نصف المده 28 ما ينفعش يبقى نصها 8 6 ماشي، قال لك انه جرى الافراج عنه لاسباب صحيه. طب انت ما افرجتش عنه ليه في وقت قبل كده الى بعد كده؟ يعني انت جاي في الافراج الطبيعي ده وتفرج عنه؟ هي المساله لانه هو جزء من الثوره المضاده. الناس اللي كنا نقول عليهم الطرف الثالث في ثوره يناير اللي هم كانوا بيضربوا الثوار اللي هم احتلوا ميدان التحرير، ما هو المجلس العسكري لما ما قدرش اساسا يبوض ميدان التحرير بعد الثوره الذي كان مزارا او الاصل فيه ان يكون مزار لكل العالم وكل اللي جاي من بره اجانب وخواجات قاعدين يشوفوا ميدان التحرير ميدان الثوره المصريه، المجلس العسكري دفع بالبلطجيه عشان يقفوا هناك من اجل انه يتحرشوا باي حد بيمر ميدان التحرير. وكان مورد البلطجيه الاساسي هو صبري نخنوخ. فهي القصه ان عبد الفتاح السيسي وصبري نخنوخ كان له دور مهم في معركة الجمل، ولأجل هذا عبد الفتاح السيسي جاء ليفرج عنه لأسباب مرتبطة بأنه احتياجه في الفترة القادمة ولأنه كان بيأدي له مهام في الفترة السابقة. سأعود إليك أستاذ سليم، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية المصري سابقا. سيادة اللواء أرحب بك معنا، ودعني أبدأ بخبرتك الطويلة في وزارة السابقة في وزارة الداخلية. من وجهة نظرك من هو صبري نخنوخ؟ أولا صبري نخنوخ ليس مجال الكلام عن التعريف به، لأن أسباب العفو عنه لم تكن كما يدعي ضيوفك، وليس لهذه الأسباب أسباب صحية أو غيره، ولكن لأننا دولة مؤسسات. وأعيد المعطيات الصحيحة، وأولا لجنة عفو رئاسي شكلت بناء على قرار سنة 2016 من المؤتمر السنوي للشباب انه هيعد كشوف باشخاص يتم مراجعتها بمعرفه اللجنه ويصدق عليها من رئيس الجمهوريه. هو حكم عن
تهم احراز سلاح بدون ترخيص ومواد وحيازه مواد مخدره. عام 2016 صدر حكم من المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه بعض مواد العقوبات التي تم على اساسها محاكمة نخنوخ، وبالتالي اصبحت محاكمته مخالفة صريحة للأحكام الدستورية التي أرست قواعد. أيوة. إنه في حالة الحكم بعدم الاعتياد بعدم دستورية مواد، حتى لو الحكم أصبح بات ونهائي لا يعتد به. لكن سيادة اللواء في هذه النقطة كان الطبيعي بيعاد محاكمة المتهم مرة أخرى. أنا سؤالي عدم الاعتياد دي بالنسبة لنخنوخ ووجب الإفراج عنه. طيب. ووجب الإفراج عنه لعدم دستورية المواد التي حكم بها. كويس، ده كلام جميل. مش عارف حضرتك تسمع عن شاب اسمه أنس البلتاجي ابن الدكتور محمد البلتاجي. الشاب أنس دوت خد براءة مرتين من محكمة النقد. أنس حتى هذه اللحظة منذ ما يقرب من شهرين من البراءتين لم يخرج من محبسه ومش معروف مكانه، وبالتالي فكرة أن الدولة والرئيس بيخرجوا اللي هم سقط عنهم مسألة الأحكام دي تبدو لدى البعض غير مبررة. لكن اسمح لي، هو ليه صبري نخنوخ لم يترك للقضاء يعاد محاكمته وخرجوا رئيس الجمهورية وسط 300 أو 340 شخص؟ افرج عنه ضمن ال 332. كويس. 332 شخص، اللجنه هي التي تعد الاسماء الواجب الافراج عنهم، وبمناسبه العفو في شهر رمضان ايضا بحلول شهر رمضان تم الاستناد الى عدم دستوريه المواد اللي تم بناء يا ساتر. لو حضرتك بتقول كلام مش دقيق، العفو ما كانش على الحكم غير دستوري، حكم غير دستوري فبتعاد محاكمته، ده ألف باء قانون. لكن اسمح لي خلينا نخرج من النقطة دي، هو مين صبري نخنوخ بخبرتك في وزارة الداخلية كرجل أمن؟ يا سيادة اللواء. أيوه. مين صبري نخنوخ؟ اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق كان يقول أن صبري نخنوخ هو أكبر مورد بلطجية في مصر، هل هذا الكلام حقيقي؟ صبري نخنوخ إذا قلنا أنه أكبر مورد كما يقال، الكلام ده بيرجع لأيام الثورة وأيام الفوضى وسهولة الاتهامات الموجهة لأي شخص، ولكن ما حكم من أجله ليس البلطجة، بل حكم من أجل إحراز سلاح بدون ترخيص، تهمة محددة وحيازة مواد مخدرة. وبالتالي التهم الموجهه اليه تهم جنائيه وجب محاكمته عنها، وصدرت احكام بناء عليها، ولكن المحكمه الدستوريه ارست مبدا عدم الاعتياد بالاحكام طالما ان قانون ما ردتش. يا سياده اللواء الكلام ده مش دقيق مره ثانيه، الكلام ده مش دقيق يا سياده اللواء، واصبح الحكم لا يعتد به مره ثانيه. بناء عليه نحن دوله مؤسسات لا القانون. كلام حضرتك مش دقيق عنه قانونا وليس استنادا الى صحه او الى بلطجه. طيب. ولم يحاكم. خليك معايا يا سيادة بلطجه، ولكن احراز سلاح بدون ترخيص لانه تم القبض عليه من داخل فيلته وليس عن تهم بلطجه. ابقى معايا يا سيد سياده اللواء، ساعود اليك. مخدرات 3 سنوات وحكم المحكمه الدستوريه. ابقى معي ساعود اليك. عدم الاعتياد بالاحكام يا سياده اللواء، المحكمه الدستوريه لا تعطي براءات للناس. لكن ابقى معي، ينضم الينا الان عبر الهاتف من اسطنبول المستشار وليد شرابي رئيس محكمه شمال القاهره الابتدائيه السابق. سياده المستشار ارحب بك معنا. يعني يبدو ان في جدل يقول لك لا صبري نخنوخ مش ملوش علاقه بالبلطجه، ده افرج عنه بسبب ان في حكم من المحكمه الدستوريه، هكذا حتى كما سمعنا من اللواء مجدي الشاهد. ما رايك أنت كرجل قانون في فكرة الإفراج عن صبري نخنوخ ربطه بعالم البلطجة في مصر سيادة المستشار؟ والله يا أستاذ أحمد، يعني إذا كنا عايزين نعرف السياسة العامة بتاعت الدولة دي ماشية إزاي، لابد إن احنا نقارن صبري نخنوخ بمين من الشرفاء اللي تم القبض عليه وحبسه. إذا كنا بنشوف دلوقتي مستشار زي المستشار محمود الخضيري، رجل كان نائب رئيس محكمة النقض، رجل كان رئيس نادي قضاة الإسكندرية لسنوات طويلة، له شعبية كبيرة جدا بين القضاة، الرجل حتى الآن لم يخرج من محبسه منذ قيام انقلاب يوليو 2013. مستشار زي المستشار حسن النجار كان رئيس نادي قضاة الشرقية وكان رئيس محكمة الاستئناف
وبالرغم من كده ظل في سجون الانقلاب لمده 4 سنوات لم ياخذ اي عفو. وبالتالي انا بقول لحضرتك لا، الدوله فعلا هي بسياستها بطريقتها القائمه الحاليه هي اللي بتدعم هذا النوع من التوجه بالنسبه لسلوك المصريين بحبس مثل هذه الرموز المحترمه القضائيه التي لم يسجل عليها التاريخ اي خطا اثناء عمل، وفي نفس الوقت يقوم بالافراج واعطاء القرارات بالعفو على مثل هؤلاء الذين ثبتت عليهم احكام نهائيه وباته باحكام قضائيه. الكلام عن ربط نخنوخ بالبلطجة في مصر وأنه كان أكبر مورد للبلطجية وما شابه، يعني أيضا حتى بخبرتك السابقة، ما مدى واقعية هذا الكلام؟ يعني أنا بصراحة الواحد يكون عاجز عن التعليق يا أستاذ أحمد، خاصة أن الأمر قتل في البحث. يعني الأمر إذا كانت المحاكم نفسها اللي شافته وانتهت بأحكام قضائية نهائية وبت في فترة كان القضاء عنده درجة من الاستقلالية الحقيقية بعد ثورة 25 يناير. الفترة دي شهدت يعني أحكام تأخذ درجة كبيرة جدا من الاستقلالية الحقيقية للقضاء. احنا شفنا في المرحلة دي تم توثيق الجرائم عليه وتم تفتيش بالليته وتم القبض عليه وصدور الأحكام بهذه الطريقة. لكن دلوقتي ان احنا نجادل بعد ما عشان الليتي أصدر عنه عفو برئاسي علشان يخرج، ده نوع من انواع التشجيع، لكن ما نقولش ان احنا نقول ان ده ليه علاقه بالقانون او اي حاجه، لا هو بشكل واضح جدا دعم لهذا الاتجاه للتوجه من القائم على شؤون الدوله حاليا للاسف الشديد. طبعا اشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار وليد شرابي رئيس محكمه شمال القاهره الابتدائيه سابقا، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول، وينضم الي الان ايضا عبر الهاتف من الدوحه الناشط السياسي ياسر الهواري. استاذ ياسر ارحب بك معنا. يعني ابتداء ربط نخنوخ بموقعه الجمل ابان الثوره المصريه وتوريد البلطجيه في ذلك الوقت في يعني ليس في موقعه الجمل فقط ولكن في اماكن اخرى، أنت كنت جزء من يعني شباب الثورة في هذا التوقيت، هل لهذا الربط واقع حقيقي على الأرض أم هناك نوع من المبالغ؟ هو الحقيقة أنه لازم الربط واجب، مش بس حقيقي، الربط واجب جدا، وأنه في مفارقة مهمة جدا، أنه في الوقت اللي بيطلع فيه صبري النخنوخ بيتقبض فيه على المزيد، أنا مش أقول بقى من اللي جوه، بيتقبض فيه على المزيد من شباب الثورة من رموز ثورة يناير، آخرهم الدكتور شادر غزالي والأستاذ هيثم محمدين. فيعني احنا هنا رساله واضحه جدا للمزمن النظام، هي الحقيقه ان المشهد كان ينقصه صبري نخنوخ، يعني هو ما يكتملش المشهد ده، المشهد العبثي اللي احنا عايشينه ده لا يكتمل الا بوجود صبري نخنوخ في المشهد السياسي، على ما يبدو ان النظام كمان قرر ان هو يعني يستعين بقى بكل الادوات المتاحه يعني اللي كانت يعني في ايدين نظام مبارك. وما ننساش انه العفو السابق كان خرج فيه احد اهم رجالات الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى. فهو المشهد واضح جدا، انا باخد شباب الثوره والناس اللي بتتكلم في السياسه محطوهم في السجن، بخرج الناس اللي حواليهم عليهم احكام قضائيه نهائيه بالبلطجه وبترويع الناس، وحتى يعني احنا مش هننسى المشاهد اللي عرضتها الداخليه نفسها، يعني مش هنقول بقى كلام حتى احنا بنقوله كناس يعني نشطاء ولا بتوع سياسه ولا بتاع، نقول الكلام اللي الداخليه نفسها والمشاهد اللي الداخليه نفسها كانت بتبثه في لحظات القبض على صبري النخنوخ في بيته. الاسلحه اللي لقوها والاسود والكلاب المدربه والكلام اللي كان بيتقال في الـ في الـ في, الـ في القنوات المختلفه اللي هي في الحقيقه مواليه للنظام، يعني انا هنا بقول لك حتى كمان مش هقول بقى كلام من متداول على ألسنة الناس او حتى في السوشيال ميديا، انا بستشهد بكلام رجال النظام نفسه. يعني المساله هنا واضحه جدا، انتوا يا جماعه بتكلمونا على اسطوره انتوا نفسكم قلتوا عليها ان هو اسطوره من البلطجه وسوقتوا والقبض عليها ان هو فتح عظيم وكذا. طيب انت النهارده بتخرجوا ايه هي حيثيه القرار؟ شكرا جزيلا. محدش بيدعوه، محدش بيسأل. نعم، ياسر الهواري الناشط السياسي كنت معي عبر الهاتف من الدوحة، أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ أسامة، لعل الأستاذ ياسر طرح نقطة بيقول لعل إن النظام
في يعني خلال الفترة المقبلة يحتاج شخصيات مثل صبري نخنوخ لسبب أو بآخر. البعض الآخر بيقول لا، هذا الرجل أدى دور ما في لحظة ما فهو يكافأ، لأنه يجب أن يحمي النظام رجاله. مع أي رأيين تميل؟ معلش بس أنا عايز أوضح حاجة، نقطة صغيرة قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك في مسألة المحكمة الدستورية، ولأن في تلاعب بالألفاظ وفي تلاعب بالمعلومات في هذا النطاق. يعني فضل. النقطة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، سيادة اللي هو بيتكلم عن إن فيه العفو تم على أساس إن الرجل خرج براءة، أو الرجل يعني كان مدان طبقا للقانون 6 رقم 2012، والقانون ده المحكمة الدستورية أعادت النظر فيه وقالت إن هو باطل دستوريا. فبهذه الثغرة محامي صبري نخنوخ ذهب إلى المحكمة الدستورية العليا، وفي سابقة قضائية حصل إن المحكمة الدستورية العليا أبطلت بالفعل حكم محكمة النقض، لأنه ببساطة شديدة القاضي لقى نفسه قدام يعني قدام فرضية إن هو لازم يدي فيها حكم مشدد على صبري نخنوخ، فلذلك الراجل خد الحكم اللي احنا شفناه، ولكن كان عن جرائم محددة، جرائم لا علاقة لها لا بموقعة الجمل ولا بشهادة الدكتور البلتاجي ولا. فالنظام بالأساس قبل 2013 قبل الانقلاب العسكري، الجهاز الأمني والجهاز القضائي في مصر تجاهل شهادة الدكتور البلتاجي اللي هو راح وقالها في المحكمة، وحكم على أشياء يعني من اللي كانت في فيلته، لكن لا شهادة الدكتور البلتاجي ولا شهادة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين اتخذ بها. فده عوار بالأساس، يعني المحاكمة تمت على شيء غير اللي الناس بتتهمه بيه بالأساس كلها، تمت على شيء يعني واقعة في فيلته قد تكون فيها مشكلة. فدي مبدئيا، فالراجل كانت تتم إعادة محاكمته ولم يصدر. يعني الغريب إن العفو كان بيصدر على ناس واخد أحكام نهائية، الراجل ده سابقة من نوعها في قوائم العفو اللي بتصدر على رئاسة الجمهورية، إنه صدر له قائمة عفو، يعني دخل في قائمة العفو أو تم دس اسمه في قائمة العفو بدون أصلا ما يكون عليه حكم قضائي. الراجل المفروض يكون محبوس احتياطي زيه زي آلاف المعارضين اللي هم محبوسين. لكن طبعا لتوضيح الغرض السياسي بقى، إن الراجل إن يعني الفرضيتين اللي أنت ذكرتهم هم فرضيتين قائمتين بالفعل، وما نقدرش نرجح واحدة منهم بشكل ما، ولكن نقدر نقول ان النظام يعني او لما نقرا السياق اللي النظام حاليا فيه، النظام دخل على مجموعه من المعارك ربما يحتاج فيها من امثال صبري نخنوخ. عندنا معركه اللي تحدثوا عنها عن تمديد فترات الدستور للترشيح رئيس الجمهوريه لفترات غير محدوده، عندنا مساله زياده الاسعار او موجه الغلاء القادمه التي يتحدث عنها وزراء كافه الخدمات سواء البتروليه سواء الخدمات المعيشيه مواصلات او ما الى ذلك، عندنا انتخابات قادمه في البرلمان وغيرها من الاشياء، عندنا حديث عن زراع سياسيه للنظام. فكل هذا يحتاج بالفعل او قد يكون قائم شكرا ان واحد زي صبري نخنوخ يكون له دور. الكاتب الصحفي أسامة صايد كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول، شكرا جزيلا. سيادة اللواء، إيه رأيك في الكلام اللي تقال إن النظام خلال الفترة القادمة ممكن يحتاج لواحد زي صبري نخنوخ، يحتاج لمسألة البلطجية والبلطجة في مواجهة من يعارض فكرة التمديد أو فكرة تغيير الدستور لبقاء النظام وعبد الفتاح السيسي لفترات رئاسية أخرى؟ أولا اعترف ضيفك بانه استنادا الى احكام دستوريه وليس الى 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 حاله صحيه او غيره من التبريرات. انتهينا من النقطه دي يا سياده اللواء، ارجو ان انت ترد على سؤالي اللي ضيق الوقت. في النهايه زي ما قلت لك انه استنادا الى احكام دستوريه صادره من المحكمه، ثم انه العفو لا يكون الا بازاء حكم نهائي بات، ولا يجوز العفو غير هذه الحالات، لازم يكون حكم نهائي بات. هذه اللجنه منبثقه عن قرار يا سيادة اللواء، احنا انتهينا من النقطة دي بعد إذنك. أنا بس أسألك عن هل النظام محتاج لصبري نخنوخ في الفترة القادمة؟ مدام أرفيت المحكمة الدستورية واجبة النفاذ، وحاليا النظام ليس في حاجة إلى نخنوخ أو غيره، لقد عادت الدولة المصرية بمؤسساتها وبنظامها، وتأكيد ذلك فشل جميع المخططات إزاء وجود هذا النظام اللي موجود حاليا، اللي بنحيي فيه سيادة الرئيس اللي أرسى نظام جديد بمعرفة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء. نخنوخ يحتاج لمسألة
البلطجية والبلطجة في مواجهة من يعارض فكرة التمديد أو فكرة تغيير الدستور لبقاء النظام وعبد الفتاح السيسي لفترات رئاسية أخرى؟ أولا اعترف ضيفك بأنه استنادا إلى أحكام دستورية وليس الى 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 حاله صحيه او غيره من التبريرات. انتهينا من النقطه دي يا سياده اللواء، ارجو ان انت ترد على سؤالي اللي ضيق الوقت. في النهايه زي ما قلت لك انه استنادا الى احكام دستوريه صادره من المحكمه، ثم انه العفو لا يكون الا بازاء حكم نهائي بات، ولا يجوز العفو غير هذه الحالات، لازم يكون حكم نهائي بات. هذه اللجنه منبثقه عن قرار. يا سياده اللواء احنا انتهينا من النقطه دي بعد اذنك. أنا بس أسألك عن هل النظام محتاج لصبر نخنوخ في الفترة القادمة؟ مدام أرفيت المحكمة الدستورية واجبة النفاذ، وحاليا النظام ليس في حاجة إلى نخنوخ أو غيره، لقد عادت الدولة المصرية بمؤسساتها وبنظامها، وتأكيد ذلك فشل جميع المخططات إزاء وجود هذا النظام اللي موجود حاليا، اللي بنحيي فيه سيادة الرئيس اللي أرسى نظام جديد بمعرفة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والمواطنين، اللي فوضوا رئيس الجمهورية في إعادة إقرار الأمن والسلام للبلد. شكرا جزيلا. دولة مؤسسات لن ينال منا لا نخنوخ ولا غير نخنوخ ولا أي من ما قدرش علينا ولا قدر على البلد المخطط الكبير اللي كانوا ناويين فيه يهدموا مصر. اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية المصري سابقا، أو تأسيس مصر أو بواجهة مصر. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء. إذن مصر دولة مؤسسات، والإفراج عن صبري نخنوخ جي في هذا الإطار من قبل رئيس الدولة وحق أصيل له. ليس صحيحا حتى لو كان هناك. نعم. أنا بس قبل أن تكمل هناك الخبر الخاص بأن صبري نخنوخ أفرج عنه بسبب اعتلال صحته وأنه مصاب في السرطان. هذا هو الخبر، جاء في موقع القاهرة 24، هو أحد المواقع القريبة من النظام في مصر، والخبر كان منسوبا إلى مصدر أمني داخل وزارة الداخلية أن نخنوخ مصاب بسرطان الكبد، وتكاليف علاجه فاقت 70,000 أو 80,000 جنيه شهريا، وبالتالي تم الإفراج صحي عنه. أعود إليك أستاذ سليم. الأمر مرتبط بحكم المحكمة الدستورية العليا التي لست متأكدا من صدوره إلى الآن، لكان المسألة مش محتاجة لف ودوران، مش محتاجة عفو رئاسي، مش محتاجة عفو رئاسي، مش محتاجة أنه أساسا وزارة الداخلية تقول أصله بيتكلف مش عارف 90,000 جنيه في الشهر علاج وما إلى ذلك. يعني كل هذا يعني كانت المسألة حلت نفسها بنفسها. لكن من الواضح أنه احنا قدام حكم أساسا قائم على البلطجة يفرج عن زعيم هؤلاء البلطجية. النظام محتاجه يعني، ولا ده كلام مبالغ فيه؟ مؤكد ان النظام محتاجه. ليه؟ وبعدين اصل هو جرى من يعني في عهد حبيب العدلي في حاجة اتعملت اللي هي اسمها استدعاء البلطجية من اجل القيام بادوار سياسية. واحنا شفنا دول اساسا في يوم 28 يناير. ما كنتش تلاقي ضابط شرطة ومعاه الناس بتوعه الا تجد معاه وتجد جنبه وتجد حواليه هؤلاء البلطجية. البلطجية اللي هو لما اتهزمت الشرطة يوم 28 يناير راحوا هم اللي ولعوا في الإسام، وهم اللي ولعوا في الحزب الوطني، وهم اللي قاموا كل ده دور، وانتقموا من ضباط الشرطة ان ضباط الشرطة بيهنوهم في الأحوال العادية. دي حاجة. الحاجة المهمة جدا فيما يختص باللي قال عليه مورد البلطجية أحمد جمال الدين اللي كان وزير الداخلية زميل اللواء الشاهد، وأعتقد أنه مازال مستشار أمني. مستشار الأمني. يعني احنا بنتكلم في ايه؟ يعني هذا الرجل اللي هو اساسا قال عليه مورد بلطجية هو مستشار. دي نقطة. النقطة المهمة الثانية انه في حاجة اتعملت في 2004 لما بدأت عملية المظاهرات في الشارع. رفعت سعيد رحمة الله عليه رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اقترح على نظام مبارك بدل ما يبقى الأمن في مواجهة المواطنين اللي هم متظاهرين، خلوا مواطنين في مواجهة مواطنين، سميهم المواطنين الشرفاء بعد كده، حبوا يجيبوا مواطنين الحزب الوطني ما عندوش حد يجيبه في الشارع يقفوا ناس قصاد ناس، بدأوا يجيبوا هؤلاء البلطجية. ما احنا كنا نشوف هؤلاء البلطجية دول الذين اعتدوا في عهد مبارك على زميلتنا الراحلة نوال علي قدام النقابة، والكاميرات العالم كله سجلت هذه الفضيحة المدوية، والداخلية قالت احنا مالناش علاقة رغم انها كانت واقفة، وقالت انه اللي قاموا بعملية الاعتداء على نوال علي هم اساسا مواطنين عاديين. ففكرة ان استدعاء المواطنين، وكان يجيبهم حبيب العدل في الانتخابات، ووصل بالامر بحبيب العدل في 2000 في دايرة الدق اللي كان مترشح فيها ضمون هضيبي ضد امال عثمان، انه جاب المسجلات اداب من السجن علشان خاطر يمنع اي واحده من انصار مأمون الهضيب انها تروح تدلي بصوتها في الانتخابات، وجرى اعتقال
احدى الصحفيات التي تعمل في وكالة اجنبية جرى اعتقالها لانها قامت بالمشاجرة مع هذه المواحدة من البلطجية وودوهم الاثنين نيابة والسجن وحاجات من هذا القبيل.